بعد عدة تراكمات واللغو اللي طار في الشارع الفاسي هذه الايام هذا، خرجنا بهذه الوقفة احتجاجية كنهضروا فيها على بزاف ديال النقط. غنطرق انا على نقطة واحدة هي غياب الدعم المادي من السلطات او بين قوسين مجلس المدينة، اللي الى جينا نشوفوا المرافق المتعلقة بالرياضة، نهضر على الفروع كلها ديال المغرب الفاسي. المغرب الفاسي هذا العام كيعاني بما انه تشد الملعب الكبير ديال فاس، المغرب الفاسي ما كيلقاش فين يتريني. المغرب الفاسي فرقه من 1949 ما كيلقاوش فين يحضروا التدريبات ديالهم، علما انه كيجيو فرق واحد اخرين برا المدينه وكتعطاهم الاولويه انهم يترينيو في الملعب ديالنا، الفرقه ديالنا ما كتلقاش فين. الفرع ديال 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 كرة السلة عندهم قاعة مهترئة، قاعة ما فيهاش كاع معايير ديال القاعة ديال الفريق في قسم احترافي. غياب الدعم المعنوي والمادي من المجلس ومن الجهة. إلا جينا نهضروا على الدعم ديال الجهة وقارناه مع باقي الدعم ديال الجهات ديال المغرب كله، فهو أقل دعم كيتعطى الفريق بحجم المغرب الفاسي. إلا جينا نهضروا على الدعم المعنوي، عمرها كانت شي التفاتة الفريق المغربي الفاسي، وهذا الشيء كيعانيو منه الشباب درجة أولى، وهذا هو المتنفس الوحيد ديالنا، لأنه كنطالبوا من مجلس المدينة بالدعم، دعم مادي أولا وبدعم معنوي ثانيا. شنو الانتظارات ديالكم من هذه الوقفة الاحتجاجية الحضارية اللي تتعبر على الرؤى ديال ساكنة مدينة فاس؟ انتظارات ديالنا اولا كنتظروا من مجلس المدينه ولو التفاته بسيطه بدعم مادي للفريق المغرب الفاسي، لانه كيعاني ماديا خصوصا المشاكل اللي وقع، غياب رئيس، غياب تم الرئيس، وكنطالبوا منهم بتوفير مرافق للفريق المغرب الفاسي، حيث ابسط حاجه انهم ما كيلقاوش فرقه ما كتلقاش فين تريني. هذه كناشدوا الناس والسلطات باش يدخلوا في هذه القضيه هذه بان راه فريق عارق وفريق، لان راه اللي ما كانش كيهضر، اللي الا ما كان حتى واحد كيهضر عليه راه كاين جمهور كيهضر عليه، اللي ديما حنا غادي نوقفوا لاي واحد كيما بغى يكون نوعه، باننا حنا راه حنا ضد اي واحد مفسد وضد اي واحد كيبغي يخرب هذه المدينه هذه، حنا راه حنا صوت واحد وهضره واحده، ونتمنى من الله يكون الخير. هيا عيشوا فريق المغرب الفاسي من ازمه ماليه وتسييريه هو صورة مصغرة وكربونية على ما تعيشه مدينة فاس من سوء تدبير وتسيير، وهو كذلك نتاج لسنوات عديدة من سوء تدبير ومن سوء تسيير ديال واحد الأشخاص اللي شدوا لهذه ربع سنوات هما في الرئاسة، واللي ما عرفوش يدبروا المرحلة وما عرفوش كومون جيري يعني المسائل المادية ولا المسائل ديال المسائل الإدارية للفريق، وخلاو الفريق يعيش واحد الأزمات وطاح في بزاف ديال الهفوات اللي لم يسبق المغرب الفاسي أن عاشها في التاريخ. اول حاجه اللي هي المدرسه ديال اللي هي الاساس واللي هي القاعده والتكوين تعاني على جميع المستويات، على المستوى التنظيمي، على مستوى غياب اللوجيستيك، غياب حتى ملابس الرياضيه ديال الاطفال اللي كيشتغلوا تمايا، يعني ما كايناش ظروف صحيه ديال الممارسه الكرويه في المدرسه، فما بالك انتقلوا للفريق الاول اللي كيعاني هو الامرين نتيجه ديال التراكم ديال الاسباب اللي ذكرناها سلفا. الشق الرياضي، الشق ديال الشركه الرياضيه كذلك كيعيش بزاف ديال الاختلالات، وكاين بزاف ديال الامور اللي غايبه، وبزاف ديال الضبابيه اللي كتحوم حول الشركه، وكيفيه الطرق القانونيه ديال التاسيس ديالها، اسهم ديال الشركه كيفاش جات، نسبه استحواذ الخواص على الشركه ل 70% وترك 30% فقط للجمعيه هو اضرار بالهويه التاريخيه للمصر. هنا كنطالبوا بتقويه اسهم نصيب الجمعيه داخل الشركه باش تبقى محافظه على ديك الهويه ديال التاريخيه ديال المغرب الفاسي. المشكل الاساسي اللي كنا كنهضروا عليه واللي مازال لحد الان كنهضروا عليه هو الانفراد في التسيير، الانفراد في التسيير اللي الناس ما مخليش ان صعبين المسائل ومصعبين بزاف ديال العراقيل باش يجيو ناس انهم انفيستيسيو في الفرقه وانهم يعطيو واحد الشحنه واحد طرق ايجاد طرق وحلول واحدة أخرى باش أن الفريق يسترجع القوة ديالو. الرسالة الأخيرة اللي بغينا نوصلو من خلال الوقفة هذه إلى مسؤولي الفريق ومسؤولي المدينة، فريق المغرب الرياضي الفاسي هو ملك وإرث حضاري للناس والساكنة ديال مدينة فاس، وملك لكل هذه الجماهير الحاضرة هنا، وليس ملك للخواص، وليس ملك في اسم، وليس ملكية خاصة لآل الجمعي أو غيره. فريق المغرب الفاسي بغينا نشوفوه
في الطليعه بغينا نشوفوه كيلعب على ينافس الفرق الكبرى، وكنحمل المسؤوليه حتى الجهات المعنيه اللي مدينه السلطات ديال المدينه الغياب التام سواء المالي او المعنوي او توفير ظروف الاشتغال ديال الفريق، منها ملعب التدريب ديال الفريق ومنها كذلك استغلال ديال المرافق ديال الملعب الحسن الثاني. كنا كنشوفوا عديد العراقيل اللي خلات المغرب الفاسي انه يتراجع في النتائج، وكنتمنوا من السلطات تفيق شي شويه وتعرف بحجم المسؤوليه وبثقل وعراقه هذا الفريق وتوفر البيئه باش ديال هاد الناس باش تشتغل، ومن بينها توفير ديال المرافق ديال المدينه، المرافق الرياضيه داخل المدينه تعاني الامرين، وخير مثال دليل على ذلك قاعه 11 يناير. ممكن انكم تقوموا بجوله لقاعه 11 يناير وتشوفوا المهزله والمرافق، قاعه اللي كتشتغل فيها بزاف ديال الفرق الفروع ديال الجمعيه في ظروف مزريه تماما، واش كيحن على كذلك على ان الفروع ديال الجمعيه حتى هي تعاني الامرين وخصها التفاته، يعني في غياب الدعم التام للمكتب المديري ولا للشركاء الرياضيين داخل المدينه كيبقى الجمهور قياده الفاصل فاطر زكرت هو الوحيد اللي كيعاون الفروع ماديا ومعنويا باش ما تطيحش في ازمه وسكته قلبيه.